supplies and lines of communication in the Mediterranean. Recognizing the threat of access control of the region, President Roosevelt launched Operation Torch in 1942, وذلك في عام 1942 وذلك بالعودة إلى أول دخول للقوات الأمريكية في هذه الأراضي وبعد ذلك كانت أكبر حملة أمريكية على القارة وأيضا كان هنا الحلفاء كانوا يقومون بإقامة سلطتهم وأيضا بالتعاون وذلك للهجوم هجوم على مراكز الأعداء والتعاون تراجعت أيضا إلى الانتصار وذلك في عام 1943 وتحرير المغرب والتي يمكنها أن تقوم بالسيطرة وأمنت الأماكن الخاصة بالتزويد في الشرق الأوسط وبطريقة مهمة فقد أظهر انتصارنا أن القوة وأيضا أننا وقفنا يدا بيد أمام الأعداء وعلمتنا أيضا كيف أن الفوز هو المحاربة سويا إن نجاحنا جماعي أدى إلى النظام العالمي والذي أدى إلى الأمان ورخاء حول العالم وذلك خلال 75 عاما الماضية غير أن هذا النظام العالمي يتشارك بالحرية وحقوق الإنسان وأيضا المنافسة اليوم إن المنافسين الاستراتيجيين الصين وروسيا يستمرون في أن يقوموا بتوسيع التأثير المسيطر حول العالم لا سيما على هذه القارة وفي نفس الوقت كان هناك أيضا تهديدا ليس فقط لاستقرار المنطقة ولكن أيضا على أراضينا والولايات المتحدة بالشراكة مع دول المغرب بما في ذلك هنا في شمال إفريقيا أمر رئيس لمواجهة مثل هذه التحديات وأيضا جهودنا المبذولة أيضا سوف تعزز شراكتنا وقدراتنا للعمل معا وذلك ضد أي تهديد دولي وأيضا تقديم المساعدة الإنسانية لا سيما في مواجهة الكوارث ومعا يمكننا أن نستمر في أن نقوم بمواجهة بكين وروسيا وأيضا أن يكون أن نخلق واستغلال الموارد في المنطقة إن عملنا العمل الولايات المتحدة هو العمل بإيمان وأن يكون هناك توجه نحو أفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً بما في ذلك التنمية الاجتماعية وأيضاً يكون هناك تبادل تجاري وسيادة كافة الدول هناك وأيضاً كشريك نختاره فإننا نزيد من شراكتنا وتحالفنا في جميع أنحاء القارة لا سيما مع تونس حيث أن هناك حكومة ديمقراطية وتدعم عملنا في هذه المنطقة نتطلع إلى توسيع مثل هذه العلاقات لمساعدة تونس وذلك لتأمين موانئها وحدودها لمواجهة الإرهاب وأيضا أن يكون هناك نظام جيد داخل البلاد وأيضا فيما يتعلق بالخدمات في هذا المسار الرجال والنساء الموجودين هنا كانوا أبطال وأيضا كانوا من جميع مناحي الحياة وكانوا يتشاركون معنا الدستور الخاص بالولايات المتحدة وقيمنا المتشاركة وذلك لوجود نظام عالمي بما في ذلك أولا في الجزائر وبعد ذلك في تونس كانت for single-handedly destroying an enemy machine gun position while under heavy fire and continuing to charge forward until he himself was killed. هناك أبطال آخرين وكانت أسمائه محفورة على السطور وجيمس ماكالن وهو وأعضاء هؤلاء الأشخاص كانوا أول أفريقيين أمريكيين والذين ساعدوا في تغيير مسار الجيش الأمريكي هناك الكثير من الأشخاص بما في ذلك أليس مكيني وهم أعضاء الجيش النسائي والذين ساهموا عالميا وكنا قادرات على إعادة بناء
البلاد في هذا الوقت بفضل التضحيات التي قدمت من قبل هؤلاء النساء والرجال. علينا أن نقوم بتكريمهم، ونحن في جميع أنحاء العالم نجعل بصمتنا على التاريخ مع حلفائنا وشركائنا معا. عندما وصلنا إلى هذه الأراضي التاريخية، الولايات المتحدة سوف تستمر في أن تدعم قضية الحرية، وأيضا أن تقوم بإفادة البلاد، وذلك خلال الأجيال القادمة. شكرا جزيلا.